حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مادبة الغداء التي اقامها صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تكريما لاصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وامراء ورؤساء الدول العربية بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر القمة العربية الثانية والثلاثين بعد ذلك ودع حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أخاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة كما ودع جلالته إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية